ينضم معي في الاستديو استاذ التاريخ الحديث بجامعه الامام محمد بن سعود الدكتور عبد المحسن الرشودي. دكتور عبد المحسن، سعيد بوجودك معي في حلقه اليوم. شكرا لكم على هذه الاستضافه، وحيي المشاهدين ومشاهدات على هذه. الله يحييك دكتور. البدو موجودين منذ آلاف السنين، ولو تكلمنا عنهم ما تكفي يعني حلقات. خلنا نتحدث عن البدو ما بعد الإسلام، من هم، ما هي صفاتهم يا دكتور؟ طبعا البادية هي موجودة يعني من قبل الإسلام، مثل ما نعرف حينما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعدما جاء أخوة يوسف وأهله، وقال الله سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدو. لكن مصطلح البادية ومصطلح البدو يجب أن نقف عنده قليلا، يعني هل هو عنصر أم أسلوب حياة؟ يعني هذه إشكالية لابد أن تحدد حتى نعرف من هم البدو. يعني ابن خلدون عرف بهم وتكلم عن أسلوب البدو أيضا، وكان له يعني نظرية حول ذلك. فالواضح والمؤكد وليس الواضح أنه هذه المصطلح أنه أسلوب حياة. فطبعا ينظر ابن خلدون إلى كل من، إلى كل مجتمع يكتفي بالضروريات فضلا عن الكماليات، فهو مجتمعا بدوي أو مجتمع بادية. لكن حينما يتوفر في هذا المجتمع الكماليات فهو مجتمع حضري. فهذا المصطلح لابد أنه يكون يعني مفهوم لدى الجميع، أنه هو مصطلح لأسلوب حياة. لأنه أحيانا تجد هناك بعض القبائل نصفها يعيش في الحاضر ونصفها يعيش في البادية، فهي قطعا أسلوب حياة في المجتمعات. نعم. أيضا دكتور عبد المحسن، ماذا اكتسب البدو من الصحراء؟ يعني بيئتنا بيئة صحراء، ماذا اكتسبتهم هذه الصحراء على مدى التاريخ؟ بلا شك الصحراء أكسبت أبنائها الصفات عديدة. فممكن أن نعرج منذ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما عاش في بادية بني سعد لمدة 4 سنوات، وكان العرب أو يعني حاضرة الحجاز تتسابق على إرسال أبنائهم إلى البادية، وهذا بلا شك كان دليل على أنه هناك صفات موجودة في البادية، يحب الناس أنه يكون ولدهم أو ابنهم يكتسب هذه الصفات، منها طبعا التحمل الصبر. لأنه حينما يكون الإنسان يعيش في بيئة يتخلق بأخلاقها بلا شك، فحينما يعني تكون في بيئة فيها شظف في العيش، شدة كذا، فتعلم الإنسان على الشدة، على أيضا حتى الكرم. يعني حينما يعني نتحدث عن البادية نجد فيهم كرم. لماذا نعت أصحاب البادية والبادية بالكرم؟ لأنه ينفق يعني طعاما في وقت شدة وفي وقت يعني الناس تحتاج إلى هذا الطعام. فحينما يبذل الشخص مثلا الشيء النفيس في وقت يحتاجه الناس بلا شك أنه هذه من الصفات، طبعا الكرم، الشجاعة، التحمل. أيضا هناك جوانب أخرى مثل الاستقلال، لأنه غالبا البادية تجد فيهم الاستقلال وعدم الرضوخ إلى خاصة المستعمر أو القوى الخارجية. دكتور، كيف انعكست صفات البدو في الماضي على حضارتنا وتطورنا في المملكة العربية السعودية؟ بالنسبة للبادية خصالهم وصفاتهم سواء في المملكة أو في البلدان العربية، حينما انتقل الأسلوب المعيشي
إلى التطور، خاصة بالنسبة للمملكة بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليها بقيادة بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وتأسيس هذه البلاد واستقرارها، ثم بعد ذلك أيضا ظهور النفط وبدأت المعيشة أو يتحول الأسلوب المعيشي إلى أفضل، فانتقلت هذه الأساليب ولله الحمد إلى مع البادية أو مع يعني رغم التطاول في العمران والجمال في التصاميم في المنازل، إلا أنه تقريبا في كل منزل في بيت شعر. نعم، هذه انتقلت هذه الصفات من ضمنها صفات الكرم، المروءة، أيضا مثل ما نسميه حنا الفزع، وهو طبعا اللي هي الخدمة الشخص وإحساس الشخص بهموم المجتمع سواء كان فرد أو المجتمع بشكل عام. هذا شيء يعني مبادئ شيء جميل. مهم دكتور، أيضا في الخارج ينظرون إلى البدو كأنهم جمال وعدم تطور، كيف نعكس صورتنا اللي إحنا مفتخرين فيها بالفعل، يعني أنه نعكسها على الآخر ويرى أنه هذه الصفات القديمة انعكست علينا بتطور كبير؟ نعم بلا شك، هذه طبعا انعكست ولله الحمد بعد تطورنا وسبقنا ولله الحمد غيرنا من الذين يرون أنهم متقدمين يعني قبلنا، ولله الحمد. وهذه إثبات كبير جدا أمام العالم بأننا نصل ووصلنا إلى مستوى أعلى من دول أو من مجتمعات ترى بأنفسها طبعا أنها كانت متقدمة، وهذه بلا شك كانت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادات هذه البلد، وأيضا ما حب الله سبحانه وتعالى هذا البلد من نعم وخيرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها. نعم، الدكتور عبد المحسن رشودي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود، شكرا جزيلا لك، شرفتنا اليوم، شكرا جزيلا لك.